ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي أعزائي الكرام في قناة أيمن داب. اليوم راح نشرح لكم وش هو المعدل الموزون، كيف يتم حساب المعدل الموزون، وإذا راح يرتفع معدلة القبول سنة أو لا. هذا كامل قبل ما نبدأ، ما تنسوا تخليوا اشتراك في القناة واشتراك في الانستا اللي راكم تشوفوا فيه لهنا وشي في الشوكة على اليمين تحت. هاي بينا نبدأ. أول حاجة راح ننتقلوها واللي هي وش هما التخصصات المعنية بالمعدل الموزون لكل شعبة. التخصصات المعنية بالمعدل الموزون هي علوم المادة واللي هي سيونس لا ماتيير، أسام علوم وتكنولوجيا واللي هي أستي سيونس تكنولوجي، رياضيات وإعلام علي مات انفورماتيك، هندسة معمارية أرشيتكتير، لغات أجنبية لونجاج إترانجير وترجمة. هذا كامل معنيين بالمعدل الموزون. دوكا نشرح لكم طريقة كيفاه يتم حساب المعدل الموزون. نفرضوا باللي كاين طالب معدله 16، كيفاه راح نحسبوا المعدل الموزون لهذا الطالب؟ اول شيء نبداو بطريقة حساب المعدل الموزون لشعبة علوم تجريبية. نديرو معدل الباك كما شتو درت مثال 16 في نضربها في 2، 16 في 2 واللي هي 32 زائد مثلا علامة العلوم ادى فيها 13 لانه السنة بزاف ما داوش مليح في مادة العلوم. نفرضو باللي دا 13 في مادة العلوم، سما 32 سما 16 في 2 واللي هي 32 زائد 13 واللي تساوي 45. 45 تقسيم 3 معدلي يولي 15 دوبل 0. هذا 15 دوبل 0 يخليه يترشح للميديسين. سما نفرضو كون خرجت له 14 وهبط، للاسف موش قادر يترشح للميديسين رغم انه معدله 16. هذا فيما يخص بصفة عامة. ننتقلوا لمثال تطبيقي عملي وتفهموا جديد. نفرضوا باللي طالب دا 6.08 والطالب ثاني دا 6.08 ولا دا 15 ما يهمش. درتو 6.08 6.08 باه تفهموا هذه الحالة بعد، والحالات الباقيين سما واضحة. مادام فهمت الحالة هذه تفهم الحالة الباقية. الطالب الأول دا 6.08، نوليو هنا نديرو 16.08 في 2 واللي هي 32.16 زائد علامة العلوم. نفرضو في العلوم دا 15 نزيدو لها 15 تولي 47.16، نقسموها على 3 وبالتالي راح تكون 15.72. نقدروا نتاكدوا الطالب الاول يخرج له معدل تاعو الموزون 15.72 يقدر يترشح للميتين. بينما نفرضوا طالب واحد اخر نفسه حتى هو اللي دار 16.08 في 2 نقولوا دا في العلوم 17 هذا خدم، يخرج 49.16 نقسموها على 3 هذا راح يخرج له معدله 16.33. 16.33 نتاكدوا 16.33 هذا عنده نسبة كبيرة انه يطار له 200، وهذا عنده نسبة ضعيفة انه يطار له 200 قادر يطار له فارماسي. لواه بغيت نشرح واحد الحاجة واللي هي سنة معدلات القبول راهم طالعين بزاف. راهو كاين 1000 امتياز في الجزائر سنة في باكالوريا 2021. واش معناته؟ معناته راهو كاين بزاف 16 17 18 سمانهم بزاف، راح يكون ضغط بزاف على 200 قادر حتى 200 سنة تحبس الاخرى تحبس في 16 50 16 70 على حسب المقاعد البيطاجية. واش قلنا؟ نوليو لورا. هذا فيما يخص طريقة حساب المعدل الموزون لشعبة العلوم التجريبية. دوكا كيفاه نحسبوا معدل الموزون لشعبة تقني رياضي ورياضية؟ طريقة الحساب بسيطة، ديروا معدل الباك كما المرة السابقة نضربوه في 2 زائد نجمع علامة الفيزياء والرياضيات ونقسمه على 3 ونلقوا المعدل الموزون فيما يخص شعبة تقني أو رياضيات. في آخر الفيديو نتمنى التوفيق للجميع في اختيار تخصصاتهم وما تسربوش، وان شاء الله من الوزارة انه توضح اكثر فيما يخص هذا المعدل الموزون لانه السنة علوم تجريبية راهم متأثرين. نعرف زوج داو السنة